طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ينبغي لنا أن نلتمس الصفات الجميلة بكل مسلم ونحسن الظن به. ورد في الحديث حسن الظن من حسن العبادة، لأن حسن الظن بالمسلم من العبادة الحسنة. ذكرت قصة سيدنا عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أما سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وكذبت عيني، أي لقد رآه بعينيه وهو يسرق. لكنه لما أنكر المسلم وحلف بالله قال: خدعتني عيني. نحن بحاجة إلى معرفة أمر هام، وهو أننا كلما أشرنا بأصبع إلى شخص كان ثلاثة أصابع متهجئة إلينا، فإنما تفتش عين القادح عن عيوب الناس فقط، أما عين الصالح فتبحث عن صفاتهم الجميلة. لو نحسن الظن بالمسلمين ونبحث عن صفاتهم الجميلة وأفعالهم، عندها أرجو تحول مجتمعنا إلى مجتمع صالح. الآن بيوتنا صارت كساحات المعارك بسبب سوء الظن. تسيء الظن أم ببنتها، ويسيء الظن زوج بزوجته، وتسيء الظن بزوجة بزوجها، ويسيء الظن شخص بأخيه، ويسيء الظن شخص بصديقه. ومنهم من يذكر العيوب لبعض ويقولون: يبدو لي هكذا، وأعتقد أنه كان كذا. قد أفسدنا مجتمعنا بما فعلنا. نتمنى أن تكون الوحدة في صفوفنا ونكون ملة واحدة وصالحين، ولكننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة ولا نحسن الظن بأي واحد. هل نحن صالحون وغيرنا مذنبون؟ فكيف لنا أن نعرف لأي واحد ما هو مقامه عند الله؟ وأنصحكم للعالم: إذا رأيتم منه خطأ فتفكروا 1200 مرة قبل أن تقول فيه، فخذوا منه ما يفيدكم من كلامه ولا تجسسوا فيه كثيرا. والمراد بهذا العالم عالم الدين. نعم، هو من العلماء الحقة لأهل السنة والجماعة، صح؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.